الموضوع اللي راح ناخده اللي هو سكليتال ماسل ريلاكسنت، الأدوية اللي بتكون مرخية للعضلات. أوكي، هلأ في الوضع الطبيعي الأمر بيجي للعضلة إنها تنقبض. منين بيجي هالأمر للعضلة؟ عادة الأمر بيصدر من الدماغ، بيمر بالسباينال كور، السباينال كورد عبر الأعصاب، بيوصل عن طريق السوماتيك نيورونز أو بيقولوا لهم موتور نيورونز، بيوصلوا الأمر العصبي عبر الساينابسس اللي هم الشقوق التشابكية اللي بين العصب والعضلة، وهاي المنطقة بيقولوا لها نيورو ماسكولار جونكشن. تمام، بعدين بيوصل الأمر للعضلة وبصير لها كونتراكشن. أوكي، هلأ بده يوضح لي عن نيورو ماسكولار جونكشن، أو هاي مرات بيقولوا لها موتور اند بليت. أوكي، يا بيقولوا لها نيورو ماسكولار جونكشن أو بيقولوا لها موتور اند بليت. حلو، هلأ بيحكي لنا شوية معلومات أديبة بتلزمنا من الفسيولوجي. هلأ كل الحكي هذا أول 10 دقايق رح يكون كلياته فسيولوجي، فعشان إحنا إذا ناسين معلوماتنا من الفسيولوجي نتذكر مع بعض، لأنه بلزمنا نبني عليها عشان نعرف الأدوية كيف بتشتغل. هلأ skeletal muscles are voluntary muscles. تمام، العضلات المخططة هي عضلات إرادية. تمام، هلأ connects the nervous system to the muscular system via synapses. ما في اتصال فيزيائي مباشر بين العصب والعضلة. أوكي، الاتصال عن طريق شقوق تشابكية، وفي رسول عنا عبر الشقوق التشابكية اللي هم النواقل العصبية، لكن وصلة فيزيائية مباشرة بين العصب والعضلة ما في. أوكي، between is an efferent nerve. طب هنا قال لي efferent nerve، ما قال لي motor nerve ولا قال لي somatic nerve، هو نفسه السوماتيك نيرف هو يعتبر افرنت نيرف، ماشي، لانه جايب المعلومات من الدماغ. يعتبر موتور نيرف لانه هو بيحرك العضله او بيعطي امر للعضله انها تتحرك، فبيسموها اعصاب محركه. فسواء قال لك افرنت نيرف او سوماتيك نيرف او موتور نيرف كله نفس الحكي. تمام، بيقصد نفس العصب. طيب as an action potential، مين يعني action potential؟ اللي هو السيال العصبي. لما السيال العصبي يوصل لنهايه العصب reach the end of motor neuron open allowing calcium to enter the neuron، بيسمح لأيونات الكالسيوم. طبعا هو في إجراءات طويلة نهايتها إنه الكالسيوم بيدخل للعصب and subsequent neurotransmitter release، وبرضه بيصير انتشار للنواقل العصبية from motor neuron into synaptic cleft. هلأ بنشوفها مع الصورة اللي بعديها. أنا كنت بتمنى يكون في معنا وقت عشان أورجيكم الفيديو، بس كونوا عندكم امتحان بنورجيكم الفيديو المرة الجاية، ما في عندي مشكلة. هلا الموتور نيورونز بتناقل العصبي. في الموتور نيورونز اللي هو الأسيتال كولين، نحن بنعرف إنه أسيتال كولين ناقل عصبي بالجهاز العصبي المركزي، بس إحنا هون بنحكي عن الجهاز العصبي الطرفي. أوكي، طب الأسيتال كولين موجود في الجهاز العصبي الطرفي ولا الجهاز العصبي المركزي؟ في التنين، وبكل محل بيشتغل بطريقة معينة وإله تأثير مختلف. فما ننسى هاي الفكرة، مش الأشياء اللي أخذناها عن الأسيتالكولين في الزمانات الأم ننساها، اللي أخذناها في أول الوحدة. أوكي، خليها بتلزمنا، ما تشطبوا القديم. أوكي، هلأ يبقى الأسيتالكولين هو الناقل العصبي بين العصب والعضلات، منيح؟ which diffuses through the synapse and binds to nicotinic acetylcholine receptor. هلأ المستقبلات تبعت الأسيتالكولين هي نوعين، في إشي اسمه نيكوتينيك ريسبتر وفي إشي اسمه ماسكرينيك ريسبتر، وسموها نيكوتينيك ريسبتر نسبة إلى مادة النيكوتين. أول ما اكتشفوا لقوا النيكوتين إنه هو بيرتبط في هذا المستقبل فسموه نيكوتينيك ريسبتر. أوكي، المهم كونه في نوعين لمستقبلات الأسيتالكولين، اللي موجود واللي بيهمنا بين في الموتور اند بليت اللي هو نيكوتينيك ريسبتر. تمام، on the plasma membrane of the muscle binding of acetylcholine للمستقبل شو بيعمل؟ depolarization للمسل فايبر. لما بنقول depolarization للمسل فايبر يعني صار action potential، يعني صار تحفيز. اوكي، depolarization يعني صار تحفيز للعضلة، وبالتالي هذا open ion channel تحديدا ايونات الصوديوم، وهذا الاشي causing muscle contraction. زي ما قلنا بيصير اجراءات معينة، بيصير خطوات كتيرة نهايتها المسل contraction. شو بقول لي ملاحظات على الموضوع؟ المسل فايبر containing actin and myosin، إنه العضلات مكونة من خيوط الأكتين والميوسين أو بروتينات الأكتين والميوسين. They are necessary for muscle contraction. طبعا الأكتين هو الرفيع، الميوسين هو الخميل.
ال ACH اللي هو الأسيتالكولين is destroyed by acetylcholinesterase and the contraction is terminated، وبالتالي بس يخلص مفعول الأسيتالكولين. هلا إذا ضلوا شغال رح يضلوا عامل action potential، رح يضلوا عامل depolarization، فالعضلة لازم يصير لها استرخاء. إذا ضلت متشنجة على طول وما صار لها استرخاء، هذا بنقول عنه نوع من الشلل. أوكي، فإذا لازم الأسيتالكولين اللي حفز العضلة عشان تنقبض، لازم بعد ما تنقبض العضلة خلص يروح عن المستقبل، يفك عن المستقبل أو يتحطم. أوكي، بواسطة إنزيم اسمه الأسيتالكولينستيريز، وبالتالي the contraction is terminated وبصير عندنا muscle relaxation، وبتتم الدورة تبعت انقباض وانبساط العضلات. أول إشي انقباض، بعدين انبساط، انقباض، انبساط، وهكذا. ما بصير يصير انقباض على طول، يكون على طول. طيب هنا هاي الصورة بتوضح لنا إنه الأمر بيجي من الجهاز العصبي المركزي عبر السباينال كورد، عبر الموتور نيرف، والموتور نيرف هو اللي موصول مع العضلة. فلو أخذنا هاي المنطقة كبرناها شوية، هيها هون عنا على اليمين هاي الموتور نيورون أكسون، ماشي الحال، وهاي العضلة، تمام، وهاي الأزرار الطرفية، أوكي، وهاي العضلة أو الليف العضلي بيقولوا له المايوفايبرل، أوكي، أوف ماسل فايبر، اللي هي الليفات اللي هي جزء من الألياف طبعا، اللي هي أصغر إشي. وهي عنا خيوط الأكتين والميوسين، الأكتين رفيع والميوسين خمير، ماخدين جزء عند الأزرار الطرفية، أوكي، ومكبرين إياه. هاي هون هاي النهايات العصبية، وهادي إيش الجزء من العضلة، الغشاء الخارجي للعضلة. أوكي، هلأ الغشاء الخارجي للعضلة بيقولوا عنه الساركوبلازما، مش مشكلة. هلا لما بيجي الامر للعصب هذا، تمام، وبيوصل لنهايته، انه ما في اتصال مباشر مع العضله، لكن في وسيله اتصال عبر ايش؟ النواقل العصبيه. والناقل العصبي هون هو الاسيتالكولين، والمستقبل تبعه ايش قلنا؟ نيكوتينيك ريسبتر، تمام. اذا ملاحظين في عندك ميتوكوندريا كتير كتير كتير، وهذا منطقي لانه العضلات راح تنقبض، فبدها مصدر للطاقه الـ ATP، فلازم يكون في عندنا ميتوكوندريا اللي هي بتزودنا. اوكي، فامتى بدنا العضله يصير لها انبساط؟ في اوقات معينه، اللي هو لما يكون الانقباض العضلات عامل تشنج او عامل سبازم او عامل الم شديد، أو في حالات مثلا الحالات الجراحية بدنا يصير ريلاكسيشن للعضلات علشان نشتغل بسلاسة أكتر. أوكي، فإذا أنت بحاجة إنه أنا أستخدم مثلا ريلاكسنت إذا كان في عندنا شد عضلي في منطقة معينة، عامل تضييق في منطقة معينة، أو عامل ألم في منطقة معينة، تمام، أو في حالات الجراحة. هلأ هون المشكلة عندنا المسل سبازم بيأدي حسب مكان العضلة، يعني بيؤدي لمشاكل معينة. يعني إذا العضلات بنحكي عنها موجودة في سلسلة الظهر، أوكي، والعضلات صار فيها تشنج وكانت محوطة الأعصاب الرئيسية اللي طالعة من النخاع الشوكي، رح يصير مع البني آدم هيك آلام مشابهة للديسك، مع إنه هو فقرات عنده ممتازة تبعت العمود الفقري، الغضاريف الغضاريف ممتازة، لكن لأنه العضلات عمالها تضيق على مجرى العصب نتيجة التشنج تبعها، فبالتالي رح يعاني من آلام مشابهة لآلام الديسك. فالحل تبعه هذا البني آدم بس تعطيه مسل ريلاكسنت، خلص بترخي العضلات اللي جنب العصب وبروح الوجع كلياته. مرات بيكون العضلات اللي في الرقبة عاملة سبازم شديد جدا، فمضيقة على الأعصاب بنفس الطريقة، بتعمل آلام بنفس الطريقة. مرات بتضيق على الأوعية الدموية، فبتقلل مرور الدم للدماغ، فهذا بيخلي الواحد إنه يصير عنده حالات إغماء، حالات فقدان وعي، نقص تروية دموية للدماغ. أوكي، فإذا حسب مكان العضلة اللي بيصير فيها سبازم بيصير في عنا مشاكل معينة، فبالتالي إحنا بحاجة المسل ريلاكسنت. خلينا نشوف مقسمينا المسل ريلاكسنت لثلاث أنواع رئيسية، كل لون حط كل نوع حطيته بلون علشان نميز بيناتهم. أول نوع بيقولوا له نيورو ماسكولار بلاكرز أو أنتاغونست. هدول نيورو ماسكولار بلاكرز act by interfering with the transmission at neuromuscular end plate، أو اللي سميناها الموتور end plate.
اوكي، فاذا هم نيورو ماسكولار بلوكر راح يسكروا مستقبلات الاسيتالكولين. في مجموعه ثانيه سنترالي اكتنج دراجز، اوكي، بتشتغل على الجهاز العصبي المركزي. ليش الاولى وين بدها تشتغل؟ وين النيورو ماسكولار انديبليت؟ الجهاز العصبي المركزي ان بيريفري، ماشي الحال. يبقى المجموعه الاولى راح تشتغل بيريفري، المجموعه الثانيه بتشتغل سنترالي. دي ار سبازموليتيك، بيقللوا السبازم. Muscle relaxant used to alleviate musculoskeletal pain and spasm. لكن إيش شغلهم؟ Centrally. طبعاً المنطق بيقول مين أقوى؟ اللي بيشتغلوا centrally ولا peripherally؟ Centrally. Centrally أقوى من peripherally. بس بيضلوا peripherally أأمن. أوكي؟ فإشي أحسن إشي. في عنا المجموعة الثالثة direct acting drugs. تمام؟ هلا نأخذ أمثلة عليهم نشوف الفرق بيناتهم. اول شيء شو بقول لي هنا انه النيورو ماسكولار بلوكرز او بسموهم بيريفيرالي اكتنج دراجز، شو مالهم هدولي؟ هدولي فانكشن باي بلوكينج نيكوتين ريسبتور ات ذا موتور اند بليت او على النيورو ماسكولار جانكشن، سو ذا بلوك ذا ترانسميشن اوف نيرف امبلس فروم نيرف تو ماسل. وهلا بقول لي هم هدول المجموعه نيورو ماسكولار بلوكرز نوعين، مجموعه نون ديبولارايزنج وهي شغلها اسهل، والمجموعه الثانيه ديبولارايزنج. خلينا نشوف المجموعة الأولى واللي هي صورتها هون، أوكي؟ non-depolarizing نشوف شو كاتب عنها، such as dobutamine block the agonist acetylcholine from binding of nicotinic receptor. هاي الغشاء تبع العضلة وعليه مستقبلات الأسيتالكولين، قلنا تحديداً nicotinic receptor. هاي إجا الأسيتالكولين يرتبط، لقى إيش dobutamine حاجز محله، طبعاً اللي تركيزه أكتر هو بيقدر يرتبط أكتر أو بيطلع التأثير إله في النهاية. يعني إذا كان تركيز الأسيتالكولين أكتر في النهاية العضلة رح تنقبض، لكن إذا تركيز التيوبوكرارين أكتر العضلة ما رح تنقبض، لأن التيوبوكرارين رح يحجز المستقبل ويمنع الأسيتالكولين إنه يشتغل. فبنقول عنه competitive inhibitor أو competitive antagonist، إنه antagonist تنافسي أو blocker تنافسي حسب التركيز. أوكي، non-depolarizing ما أثر على الأكشن بوتنشال، أوكي، ما لعب بتركيز الأيونات، اللهم هو إجا وحجز محل إيش المستقبل بس. إذا هذا بيسموه non-depolarizing agent. المثال عليه اللي هو توبوكورارين، توبوكورارين هو سم، هلأ بنحكي عليه بالتفاصيل. هلأ النوع الثاني بيقولوا لهم depolarizing agent. depolarizing يعني بدهم يلعبوا بتركيز الأيونات داخل وخارج الخلية العضلية أو الفايبر العضلي، أوكي؟ فبالتالي لما بيعمل depolarization، الأصل أنا لما يجيني الأمر العصبي أعمل depolarization بتنقبض العضلة، هيك الوضع الطبيعي. لما هو بده يجي الدواء ويرتبط على المستقبل ويعمل depolarization، بالتالي ما رح يسمح للعضلة تعمل ريبولاريزيشن، فبالتالي ما رح تكون مهيئة إنها تستقبل أمر عصبي تاني. أوكي، عرفتوا ليش عمله؟ يعني هو وإجا ارتبط محل الأسيتالكولين وعمل تأثير طفيف ديبولاريزيشن بحيث ما يسمح للخلية إنها تستقبل أمر جديد. أوكي، إذا ديبولاريزينج إيجنت such as succinylcholine are nicotinic receptor antagonist. اوكي، اجونست بس بيحفز المستقبل وبيضله لازق، which mimic acetylcholine block the muscle contractility by depolarizing to such an extent that it desensitizes the receptor. اوكي، desensitization للريسبتر يعني ما بيخليه زي ما قلنا قابل انه يستقبل امر جديد، and it can no longer initiate an action potential and cause muscle contraction. إذا المجموعة الأولى تشتغل على neuromuscular junction، أوكي؟ هي نوعين non-depolarizing و depolarizing. non-depolarizing عبارة عن competitive blocker، أوكي؟ اللي تركيزه أكتر بيرتبط. المجموعة الثانية non-depolarizing، عفوا الأولى non-depolarizing قلنا بترتبط هي competitive blocker، المجموعة الثانية depolarizing بتعمل بالبداية تحفيز طفيف depolarization، لكن ما بتسمح للخلية تعمل repolarization وبالتالي ما بتقدر تستقبل أمر جديد، وهذا الشيء عبروا لك عنه ب desensitization. أوكي،
desensitization انه هي ما في مجال اي امر جديد. طيب ماشي، هاي المجموعه اللي هي neuromuscular blockers ليش بيستخدموها؟ نشوف هنا الاستخدام الاولاني to paralyze the patient to facilitate intubation of the trachea before endotracheal intubation. اوكي، بحيث انه يدخلوا له الانابيب تبعت التنفس. اوكي، الاستخدام الثاني to relax muscle sufficiently to meet surgery. وحكينا عن النقطة هاي. أساسا الناس اللي بيحتاجوا intubation، انتوا بتعرفوا انه حلق البني آدم في عنا reflexes معينة بحيث انها تمنع أشياء الغريبة انها تدخل مجرى الهواء، فما بالك انت بدك تدخل تيوب في مجرى الهواء. اوكي، فالreflexes تبع البني آدم بتحاول تمنع هذا الشيء، فمشان يسهلوا الموضوع بيعطوا muscle relaxant أو بيشلوا العضلات في هاي المنطقة مؤقتاً عبين ما يسهلوا الموضوع تبع intubation، عبين ما تخلص قصة هذا البني آدم وحاجته للأكسجين. أوكي؟ طبعاً زي ما بيصير حالياً في علاج الكورونا للناس اللي بيحتاجوا أجهزة التنفس، طبعاً البني آدم العادي ما بيقبل يضله ممدد 24 ساعة على التخت وبرابيش محطوطة بحلقه وكذا وأشياء مشبوكة في إيديه. مش برضو إنه القصة نفسياً، لا، في ريفلكسز معينة زي ما اتفقنا بتمنع هذا الإشي، فعادةً بيعطوهم أدوية تكون سيديشن ماشي الحال مشان يضله فليكس ريلاكس مشان ما يعملهم أي مشاكل. أوكي؟ نشوف الادفيرس افكت may include drowsiness, headache, migraine. شو دخل هذا في هذا؟ مش احنا منعنا الاسيتالكولين in periphery، اوكي، لكن الاسيتالكولين قلنا موجود centrally، فشوية من الدواء رح يأثر centrally، فمشان هيك انت اساسا الاسيتالكولين عندك stimulator ولا بيعمل stimulation ولا depression للسي ان اس. الاسيتالكولين حسب ذاكرتكم ستيميليشن ماشي الحال، فإذا أنت منعت مادة بتعمل سي إن إس ستيميليشن رح يصير عندك منطق إنه يصير عندك دراوزنس. والهيدك أي شيء بيأثر على البلد فيسل، سواء إذا صار لهم ريلاكسيشن زيادة عن اللزوم أو كونستريكشن زيادة عن اللزوم يؤدي إلى صداع شديد، مايجرين، موتور كوردينيشن إمبيرمنت، أند ستومك أبسيت عند بعض الناس لأنه الأسيتالكولين. طيب شو هم الأدوية اللي ضمن هاي المجموعة؟ أول واحد شو اسمه؟ تيوبوكورالين، اللي هو إحنا أخذناه أساساً في الرسمة الأولانية، هو سكليتال مسل ريلاكسانت. تمام، it is a quaternary ammonium compound. شو يعني quaternary ammonium compound؟ يعني رمز الكيميائي NR4+، أربع مجموعات من الكربون متصلة بنيتروجين، فبالتالي بتحمل شحنة موجبة. تمام، هذا بيعبروا عنه بكوتيرنري أمونيوم كومباوند. طيب منين جايبينه؟ هو الكالويد obtained from the bark of كوراري plant، جايبينه من نبات الكوراري، من اللحاء تبع نبات الكوراري. طبعا هذا كانوا زمان يستخدموه كسم، يحطوه في الأسماك بتاعتهم. تمام، سم الكوراري. أوكي، بحيث إنه إذا الطريدة أو الشخص ما مات من الجرح تبع السهم بيموت من السم اللي موجود على رأس السهم. أوكي، لأنه بيعمل skeletal muscle paralysis، والخوف من إنه يصير paralysis للعضلات المسؤولة عن التنفس، عضلة الحجاب الحاجز والintercostal ribs. إذا هدول يصير لهم paralysis البني آدم بيموت، بيبطل قادر على التنفس. طيب شو شغلت التيوب كورارين؟ زي ما اتفقنا هو نون دي بولارايزنج نيورو ماسكولار بلاكر. طيب شو اليوزز؟ زي ما قلنا قبل شوي نفس اليوزز، ادجنكتيف ان انستيزيا تو بروفايد سكليتال مسل ريلاكسيشن، وبرضه ديورينج سيرجري، وفي الميكانيكال فنتيليشن اللي هو بيكونوا مشبوكين على جهاز التنفس الاصطناعي، اند كلينيكلي تو فاسيليتيت الاندوتراكيال انتيوبيشن. كل اليوزز حكينا عنهم قبل شوي. هذا تيوبوكورارين is classified as long duration، بيطول فترة طويلة. هل هذا الاشي كويس ولا مش كويس؟ حسب او مش كويس. اوكي، حسب الحالة. هلا لما
الدواء أشياء زي هيك تكون خطرة شوية إنها تكون long duration، فهذا بنعتبره disadvantage. تمام؟ ليه؟ لأنه رح يطول، رح يشل العضلات الهيكلية لفترة طويلة من الزمن. أوكي، زي ما قلنا العضلات كلياتها علشان تتحرك، وبهمنا عضلات التنفس ما يصير لها paralysis لفترة طويلة. فمشان هيك إحنا بحاجة، كونه هو مفعوله طويل، بحاجة إنه نوقف مفعوله. كيف بدي أوقف مفعوله؟ هو مشكلته إنه الأسيتالكولين بطل يشتغل، أو نقول صار في مادة تانية مشابهة للأسيتالكولين أخذت محلها. أوكي، هلأ الحل الوحيد إنك تزيد تركيز الأسيتالكولين. كيف بدي أزيد تركيز الأسيتالكولين؟ بعطوا مادة اسمها نيوستيجمين. النيوستيجمين شو بيعمل؟ انهبت الأسيتالكولين ستيريز. أوكي، اللي هو بيخرب الإنزيم اللي بيخرب الأسيتالكولين، فبيزيد تركيز الأسيتالكولين. لما بيزيد تركيز الأسيتالكولين بتزيد فرصته بأنه يرتبط في المستقبل، فبيرجع الكونتراكتيليتي للعضلات بسهولة. إذا التيوبوكورارين هذا السم، كيف بقدر أوقف مفعوله؟ بمادة النيوستيجمين. أوكي، النيوستيجمين شو شغلته؟ أسيتالكولين ستيريز انهبيتر، بالتالي بيزيد تركيز الأسيتالكولين. طيب ماشي، شو في له سايد افكت هذا التيوبوكورارين؟ هايبوتنشن، ريسبيراتوري باراليسيس، زي ما قلنا الناس بيموتوا من ريسبيراتوري باراليسيس، بالاضافه كونك جايبه انت من مصدر طبيعي فتوقع انه يكون في عندك مشاكل حساسيه، فبالتالي بيقولوا في عندنا بيعمل طيب الدواء الثاني من نفس المجموعه نيوروماسكولار بلاكرز هو ساكسينيلكولين، بس قلنا بيشتغل بطريقه مختلفه شوي، انه ايش؟ ديبولارايزنج نيورو ترانسميتر. له اسم ثاني هذا الساكسينيلكولين، بيقولوا عنه مرات ساكساميثونيوم ايون، ساكساميثونيوم ايون او ساكسينيلكولين، برضه بيشتغل على نفس المستقبل بس قلنا هو نون، هو ديبولارايزنج نيورو ترانسميتر. اوكي، بيرتبط في المستقبل، بيعطي تاثير مشابه للاسيتالكولين في البدايه، لكن بيضله لازق في المستقبل وبيمنع الريبولاريزيشن تبع الخليه. ليش بيستخدموه؟ نفس الاستخدامات مصير ريلاكسيشن، لكن الادفانتج تبعه انه شورت تيرم باراليسيس، وبالتالي بنستخدمه للاندوتريكيال انتوبيشن اند اندوسكوبي. اندوسكوبي اللي هو ايش؟ هو هذا الاندوسكوبي اللي هو التنظير. اوكي، للمنظار. اوكي، بحاجة انه علشان يدخلوا المنظار من مناطق معينة من شرايين رئيسية لازم يخف الكونتراكشن تبع العضلات، ممكن يدخلوه بشرايين رئيسية عشان يشوفوا مثلا الشرايين التاجية تبعت القلب، هذا اللي بيقولوا عنه القسطرة، أو ممكن بعض العمليات بتتم بالتنظير. طيب at first it causes contraction زي ما اتفقنا، بعدين بتعمل الباراليسيز المطلوب. هل إذا استخدمت النيوستيجمين بقدر ألغي مفعولها؟ لا ماشي الحال، لانها نون كومبيتيتيف، هي نون كومبيتيتيف، هي حفزت المستقبل ولزقت وما قبلت تفك عنه. اوكي، فبالتالي حتى لو زاد تركيز الاسيتالكولين انا ما حستفيد، يبقى النيوستيجمين ما حيلغي مفعول الساكسينيلكولين. بس بالدواء اللي قبل شوية تيوبوكورارين كان النيوستيجمين بيلغي مفعول التيوبوكورارين. ليش؟ لانه التيوبوكورارين كومبيتيتيف انهبيتر، هذا الساكسينيلكولين مش كومبيتيتيف انهبيتر، بيشتغل بطريقه مختلفه، هو ديبولارايزنج نيورو ماسكولار بلوكر. وضحت الفكره؟ اذا النيوستيجمين ما حيزبط معنا. ليش؟ لانه ديبولارايزنج بلوكر. طيب السايد افكت بيعمل بين انه كيف؟ التنين انهبيشن بيعملوا. اوكي، التنين بيعملوا انهبيشن، بس الاولاني تيوبوكورارين كان كومبيتيتيف انهبيتر. اوكي، اللي موجود اكثر بيشتغل، لكن النوع الثاني اللي هو الساكسينيلكولين كان ديبولارايزنج. ماشي، ديبولارايزنج بلوكر. الديبولارايزنج بلوكر هذول ما بيعتمدوا على تركيزهم، متى موجود ارتبط وبيخلي الخليه ايش؟ نان دي، بيعملها ديسنسيتايزيشن، ما بتقدر تستقبل امر ثاني. اوكي، فسواء موجود الاسيتالكولين او مش موجود ما حيتفرق، لما هو الله يفرج علينا ويفك لحاله فعناته الخلية بترجع لوضعها الطبيعي. طيب نيجي للدواء الثالث من نيوروماسكولار بلوكر اللي هو جالامين. It is an undepolarizing
ماشي الحال زي بيشبه شغل التيوب كرارين. It acts by combining with cholinergic receptor اللي هو قلنا الأسيتالكولين ريسبتر competitively blocking the transmission action of acetylcholine. طيب هل بتأثر على الهستامين؟ لا، احنا مش جايبينها من مصدر طبيعي، ما بتعملها حساسية. الجلامين is commonly used to stabilize muscle contraction during surgical procedure. لما يقول لك stabilize muscle contraction يعني يشل العضلة مؤقتا، هذا معنى stabilizes muscle contraction، يعني ما بيخليها تتحفز. اوكي، اذا هذا بيوقف الكونتراكشن تبع بين ما تخلص العمليه. طيب المجموعه الثانيه اللي اتفقنا بتشتغل سنترالي حطيناها بلون اخضر. اوكي، كيف بيشتغلوا هذول؟ they damp down the passage of nerve signals from brain and spinal cord that cause muscle to contract. نشوف كيف الايفكت تبعهم. reduce nervous stimulation وبالتالي allow the muscle to contract، بيقللوا السيال العصبي اللي جاي للعضلات، فبيقللوا شغل السنترال نيرفوس سيستم كلياته. تمام، هم بيشتغلوا سنترالي زي ما قلنا رح يكون مفعولهم اقوى، لكن ايش رح يكون ضرره على الجسم كلياته. طيب ليش بنستخدمه؟ للبينفول ماسل سبازم، لكن السايد افكت موست سبازموليتيك دراج هاف ذا سايد افكت اوف سيديشن drowsiness and may cause dependence with long term use. ليش؟ لانه دخلنا احنا بالاسيتالكولين اللي بيشتغل سنترالي، واحنا متفقين انه الاسيتالكولين سنترالي ايش بيكون؟ اكتيفيتر للسي ان اس، بالتالي انت وقفت الاكتيفيتر رح يصير عندك سيديشن اند drowsiness. مشكله ثانيه، طبعا الاسيتالكولين في الدماغ له حوالي 4 أو 5 باث ويز رئيسيين، منهم إنه هو بيأثر على منطقة في الدماغ مسؤولة عن الإدمان. أوكي، فالاستخدام هاي الأدوية لفترة طويلة بيعمل dependence. Several of those agents also have abuse potential and their prescription is strictly controlled. بس طبعا مش زي نقول مش زي الناركوتكس. أوكي، أقل حدة من الناركوتكس. طيب زي مين المجموعة هاي؟ مثل بنزودايازيبينز. نعرف هذا البنزودايازيبينز ولا ما نعرفه؟ مسكنات. اوكي، مهدئات، سيديتيف انتيبنوتيك. وين اخذناهم كمان؟ انكزيوليتكس. انكزيوليتك اذا سيديتيف انتيبنوتيك وانكزيوليتك وبري اوبريتيف ميديكيشن، مظبوط، لانهم بيدخلوا في الانستيزيا بسرعه، وهون شغلهم مسل ريلاكسنت زي ما اتفقنا لما اخذنا البنزودايازيبينز قلنا حناخدهم في 5 محلات رئيسيه. هاي مروا علينا 3 وهي الرابع، such as diazepam. طبعا diazepam واللي بيشتغل مسل ريلاكسنت افضل من السبيسيفيك اكثر اللي هو الكلونازيبام. طيب اذا can be used in patient with muscle spasm of almost any origin، لكن ايش بيعمل؟ sedation. وقديش الدوز تبعته؟ 10 ملغ 3 مرات في اليوم. في عنا الدواء اللي بعديه من نفس المجموعة اللي هو باكلوفين، هذا consider to be at least as effective as diazepam but causes much less sedation. أحسن. في عنا دواء اسمه إرفينادرين باسم تجاري نورجسيك أو باسم تجاري مايوجسيك، كتير موجود هذا، مشهور كتير كمسل ريلاكسنت، ريليف مسل سبازم دو نوت كوز سيديشن. بس بعرفش اللي هو لا مو ايبوجيسيك، باسم تجاري ديليجيسيك النورجيسيك ماسكادول مايوجيسيك. ماسكادول مايوجيسيك، مظبوط. النورجيسيك والمايوجيسيك والمسكادول هدول هم اشهر اشي. تمام، هل بيعمل سيديشن ولا ما بيعمل سيديشن؟ هلا انتو حاطط لكم انه ما بيعمل سيديشن. اوكي، بس اذا انت فتحت الليفلت تبعت النورجيسيك بقول لك انه هو بيعمل سيديشن. اوكي، بس سيديشن مقارنه بالبنزودايازيبينز اضعف بكتير من البنزودايازيبينز كسيديشن. اوكي، لكن لبني ادم ما بياخد اي اشي، ما بياخد ادويه، راح يعمل سيديشن. في عنا التيزانيدين
باسم تجاري سيردالود، برضو هذا بيستخدموه كمصل ريلاكسنت خاصة للمرضى اللي معهم ديسك. في عنا ميفينزين، هذا بيعمل توكسيسيتي ما بيستخدموه. في عنا بوتشولينيوم توكسين، بي او مش بي اي، بوتشولينيوم توكسين اللي هو ايش هذا؟ ايوه بالضبط، هذا اللي بيطلع من بكتيريا اسمها كلوستريديوم بوتشولينيوم، اللي هي البكتيريا الوشاقية، قلنا هاي اللي بتعمل تسمم الغذائي او تسمم المعلبات. اوكي، بنفس الطريقة هي بتشتغل كايش، سكليتال مسل ريلاكسنت، بالتالي بتمنع التنفس تبع عضلة الحجاب الحاجز. طب انا لو اخذت العلبة هاي اللي مضروبة او نفسي عشان كان عليها عرض، وقلت بغلي الاكل ماشي الحال قبل ما اكله، رح يروح السم؟ لا، ثيرمو ستيبل ماشي الحال، حتى لو عرضته للحرارة بيضل السم موجود. هو الخوف مش من البكتيريا نفسها، الخوف من السم تبع البكتيريا. طبعا استفادوا من الفكرة هاي انهم اخذوا البوتشولينيوم توكسين وبيعملوا منه طبعا بجرعات مخففة، بيعملوا منه اللي البوتوكس اللي هو بيستخدموه لعلاج التجاعيد، بحيث انه هو بيشل العضلات جزئيا، فبالتالي بيروح الرينكلز او التجاعيد اللي في. اوكي، هاي استخدام قديم. ايوه بالضبط، قبل ما يطلعوا الاشياء الجديده. هلا هون البوتشولينيوم توكسين الميكانيزم اوف اكشن تبعته زي ما اتفقنا هو بيشتغل سنترالي. اوكي، هي حاطط لنا الستيب الاولاني والثاني والثالث. الستيب الاولاني انه اسيتالكولين بيتصنع من الاسيتال كو اي والكولين، بيرتبطوا مع بعض بيعملوا لي الاسيتال كولين. بعدين الاسيتال كولين بيطلع لبرا بيشتغل شغله، بيجي انزيم الكولين ستيريز بيحطم لي اياه. بعدين الكولين از ترانسبورتد باك انتو ذا اكسون، او اللي بيقولوا عنه الري ابتيك. اوكي، فعنا هون البوتشولينيوم توكسينز بيأثروا على الكاسكيد هذا اللي بيصير عنا في الخلية تبعت شو اسمه في النيرف تيرمينالز. نيجي عنا للمجموعة الأخيرة اللي هي دايركت أكتينج سكليتال مسل ريلاكسنت، ماشي الحال. هنا reduce the sensitivity of muscle to nerve signal by preventing the action of myosin stimulation by reduce the release of calcium in muscles. احنا اتفقنا الكالسيوم في بعض الايونات مهمة كتير في الكونتراكشن تبع العضلات، من اهمها اللي هو الكالسيوم. هلا هم ما بيشتغلوا هون على مستقبلات الأسيتالكولين ولا النيكوتينيك ريسبتر، هم بيستهدفوا الكالسيوم الأصل في العضلة عشان يصير كونتراكشن للعضلة. زي ما حنشوف الفيديو المرة الجاية لأنه لما في وقت، لازم الكالسيوم يطلع من مخازن معينة اللي هي الساركوبلازميك ريتيكولم في العضلة، يطلع من مخازن معينة يرتبط بخيوط الأكتين والميوسين علشان يسمح لهم بعملية الانقباض، فهدولي بيقللوا الريليز تبع الكالسيوم، بالتالي ما بتقدر تنقبض العضله. طب ما في اسيتالكولين، في اسيتالكولين ولا ما في؟ في اسيتالكولين والريسبتر تبع الاسيتالكولين تمام، كله تمام، لكن التارجت النهائي لا الاسيتالكولين او المسنجر النهائي للاسيتالكولين اللي هو الكالسيوم ما حيشتغل شغله. إذا بيستخدموا it is only specific and effective treatment in malignant hyperthermia، ارتفاع درجات الحرارة الشديد بيكون life threatening تمام، وهو disorder triggered by anesthesia، أو في بعض الحالات بيكون genetic disorder، أو مرات بيكون ببعض حالات السرطان المراحل الأخيرة من السرطان بصير ارتفاع شديد درجات الحرارة. هذا كلياته ممكن نستخدم فيه المجموعة الأخيرة هاي من المسل ريلاكسنت used in management of spinal cord injury، الدواء اسمه دانترولين صوديوم. لكن شو المشكلة؟ انه بيعمل liver toxicity. اوكي، اللي ما بنحب نستخدمه هي الدانترولين. you reduce the release of calcium from the sarcoplasmic reticulum،
ساركوبلازميك ريتيكولوم هي زي الشبكة الإندوبلازمية في الخلية العادية، بس زي ما قلنا في الخلية العضلية تسميتها بتختلف، بصير اسمها ساركوبلازميك ريتيكولوم. وظيفتها الرئيسية إنه تطلع الكالسيوم في أوقات معينة أثناء انقباض العضلة، وبعدين تخبيه جواها بعد انتهاء انقباض العضلة. أوكي، فبالتالي هذا الدانترولين بيمنع الكالسيوم إنه يطلع من الساركوبلازميك ريتيكولوم، فبيبطل متوافر عشان يصير الاكتيفيشن.